سنخصص ولاية تبورت سنخص ولاية تبورت باهتمام خاص من خلال إرسال لجنة لتفقد جميع المشاريع السكنية العمومية التي تمولها الدولة عن طريق الخزينة العمومية، سواء تلك التي انطلقت أو تلك التي تراوح مكانها منذ مدة. اللجنة المكلفة ستقوم قبل نهاية السنة الجارية بمسح دقيق لواقع المشاريع، كما ستمكن من الوقوف عند الأسباب الحقيقية التي تعارض نجاح القطاع والقضاء على أزمة السكن التي تشيرون إليها بالولاية. وسنعمل على تبليغ برنامج إضافي وفقاً لما يتم تسجيله للقطاع بعنوان الخماسي مع مراعاة بعض المعايير، من أهمها الاحتياجات المعبر عنها من طرف الوالي، معدل شغل السكنات للطول وتوفير العقار، بالإضافة إلى الانطلاق الفعلي في البرامج التي استفادت منها الولاية سابقاً.